أنا أعتقد الحين يعني مع الأجواء الحلوة والناس مأجزة والمدارس مأجزين أيضاً، وغالبية الناس ممكن أنها تسافر أو أنها سافرت، أو حتى أنهم يطلعون من مدينة إلى أخرى. وأتوقع أغلب الناس قاعدين يجون على الرياض الحين، ما أن موسم الرياض بدأ والأجواء جميلة جداً. لكن أنا ودي أتكلم عن طقوس السفر. يعني أودي ما شاء الله عليك أنت من النوع اللي يسافر دايم، فلما تسافري في الشتاء، مو خلي سفرة الصيف عادي، بس أنا أحس سفرة الشتاء أصعب لأن الملابس تكون ثقيلة، بتاخدين معك إكسسوارات كثيرة، ملابس كثيرة، يعني فتحوسين. عموما لو جيتي بتسافرين في الشتاء وقاعدة تسوين شنطك، وش أهم الأشياء اللي تاخذينها، وأهم الأشياء أو الأشياء عفوا اللي ما تاخذينها أو تقولين ما راح أستخدم؟ تدرين مها، حنا البنات عموما لما نجي مثلا نجهز شنطنا للسفر، تحسين كل شيء في الدولاب جدا مهم، وتحسينك ممكن تحتاجينه هناك، صح. وإذا رحت هناك تقضين وتقولين أحتاجه إذا رجعت للمكان اللي أنا ساكنة فيه أو عايشة فيه. فأنا أحس يعني البالطوات، يمكن على حسب المنطقة اللي أنا رايحت لها، إذا هي شتوية ولا لا، البالطوات مرة مهمة، الجاكيتات، الشراريب، للملابس الحرارية اللي جوا اللي نلبسها. وش بعد؟ أبوات، شراريب، فكس. أنت تقولي لي وش أخذ بالشنطة؟ هذه أهم الأشياء اللي أنا أخذها بالشنطة. لازم أخذ جار فيكس. كريمة قاعدة مع جدتي مو مع زميلتي. أي صح، فكسوا حجار كريمة يا ودي. ما خلينا يا مها، اليوم جمعة يا مها، اليوم الجمعة. أوكي. وأهم شيء في الفترة الأخيرة صاروا يبيعون زي كذا الأشياء اللي زي الثيرمال بس لليد، تمسكينه من جوه زي البودرة، أول ما تمسكينه يبدأ يصير حار، تحطينه على رجولك من تحت الله يكرمكم، وتحطينها في إيدك، فأحس هذه مرة تدفي، خاصة الأطفال، بس مو بالكل الأعمار بالأطفال. وانتي؟ صحيح، شوفي أنا أحب سفرات الشتاء للأمانة، يعني أحب إجازات الشتاء، يعني أنا قاعدة أخطط لإجازة الشتاء الحين، فلذلك أعتقد يعتمد فعلا على نفس المدينة اللي أنت بتروحين لها أو نفس المنطقة اللي بتروحين لها. إذا بتروحين منطقة يعني فيها بيكون سنو، ولا بيكون فيها فعاليات شتوية، سكي ولا سنو بوردينج، ولا بيكون يعني ممكن الناس ترى في أحيانا في الشتاء يروحون على مناطق ساحلية، صح، وبحر، يبغون يعني الأجواء استوائية. يعني في ناس ما تحب البرد كثير، فأنا أحس الشتاء صعب. يعني أنا ما أذكر أني قد سافرت شتاء من غير ما أخذ شنطتين ثلاثة، وهي السفرة كلها أسبوع. فاللي نرفزني في سفرة الشتاء، أو اللي أشيل همه بالأصح، اللي هو الجاكيتات، وقد إيش تأخذ مساحة في الشنطة، قد إيش تكون ثقيلة، ودائما ما يكون عندي وزن زايد. أنا دائما يكون عندي وزن زايد. راح أقولك على طريقة مرة حلوة في على طاري الأشياء، الجاكيتات وهذه اكتشفتها يعني آخر شيء. شفت الأكياس اللي تشفط؟ شفتينها مرة، هذه حلوة. إذا حطيتي فيها الكوت حقك، وش ما كان كبر كذا يصير هذا كبرة، أي صح، تحطين فيه كل الأكوات حقتك، وتفرقينها عن بعض بالأشياء اللي فيها مثلا وبر أو شيء تبعدينها، عشان ما تحس لك الدنيا، أي. خاصة السكارفات وذي الأشياء، فأحلى شيء تم ابتكاره اللي هي هذه اللي تشفط بالمكنسة بعد، يعني مرة شيء خفيف. صحيح صحيح، أنا أتفق معك أودي. عموما يعني كل شخص ممكن لما يجي يسافر، أنا أعرف واحدة من بنات لما تيجي تسافر تخلي نص شنطتها فاضية عشان بس تخلي مكان للشوبينج فعلا.